ايه رايكم بقى نسمع مصر بس برأي ذكوري، رجل كان نفسي والله في المكالمه دي من زمان، معاك انت يا احمد شخصيا، معانا على التليفون طبعا الكاتب الصحفي والاعلامي احمد الهواري. احمد اهلا بيك. اهلا نرمين واهلا بضيوفك. اهلا بيك يا احمد. احمد، نايون الراجل الشرقي عينه زايغه ولا لا؟ بامانه يعني زايغه، بس يعني عشان اعرف بس يعني عينه زايغه، يعني النظره الاولى ليك بص والتانيه عليك وكده يعني. يعني يبص بس يعني يعني ما خلاص يعني تبقى معاه واحده زي القمر كده جنبه، مراته وحاجه ايه كده المشكله؟ فظيعه، وعينه عماله تبص على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي. ايه المشكله ما يبص؟ ايوه يعني يعني هو بيبص بس خد ما شهاده، بيتعداش شهاده من البصر، يعني اهلها. ما بيحاولش يخون او يخش في علاقه او يعرف او يتعرف والله على حد. شابوه ليك يا احمد، انا كنت متوقعه ان انت تقول عكس كده خالص. شابوه لا ليك. لا لا، عايز اقول لك على حاجه بس، هو في الاخر معلش، والستات ما بتبصش، الستات بتبص اكتر، ناس بتبص على فكره، يعني اكتر ناس بتبص لو لا راجل لابس كويس او لابس لا شكله يعني، بس كويس. لا بس ثانيه واحده، لو انا يعني لو في مثلا راجل جنبي، جوزي، خطيبي، حبيبي جنبي، عيني بس ما بفضلش بقى ايه قاعده متنحه لا كده. لا، بس هقول لك، عينك بتيجي على الساعه وعلى الشوز وعلى التفاصيل. لاسباب اخرى كده كده دخلنا لاسباب اخرى، بتبص على لا الشوز. لا، على فكره هو هي فكره في الاخر ان انت تبص من باب ان انت تشوف حاجه فضول. كويسه، ممكن هي فضول جزء، وجزء تاني ممكن تبقي انت بتحبي شكل الساعات او شكل الشوز او شكل الجسم او الدقن او ايه الشعر. اللي بيخلي الراجل يبص بره او يعني عينه تزوغ؟ ما هو على فكرة هو عينه تزوخ، هو مش شرط يكون شاف واحدة أحسن من اللي معاه، ممكن تقولي زي ما أنت بتقولي معاه واحدة زي القمر وحاجة، بس ممكن تبقى واحدة عاملة قصة حلوة، ممكن تبقى لابسة دريس لطيف، ممكن تبقى عاملة شيب لطيف أو مهتمة بشكلها بشكل كويس. فعاجبه ده فيحب إن مراته تروح لده. خلي بالك، هو أنت برضه النهاردة لما تنزلي تشتري هدية لجوزك أو لخطيبك أو لحبيبك أو وات ايفر، بتعرفي الذوق منين؟ بتعرفي الموضه منين؟ غير انك بتبصي على الكوليكشنز العالميه، بتبصي على النجوم العالميين، بتبصي أكيد. على الناس المشهوره، فبتبصي وتشوفي تعرفي تنقي هديه للراجل. لو انت ما بتشوفيش غيره هو وعينك ما بتروحش على حد غيره هو، مش هتعرفي ان تجيبي له ستايل جديد او شكل جديد. كلنا بنبص، لكن في بصه ادب وبصه حاجه ثانيه. طيب يبقى كده اهو، من مصر راجل مصري اصيل بيقول ان الراجل الشرقي عينه زايغه. طيب ده الرجل المصري.